هذا الفيديو خاص باتحاد تشيكو العراق، لانه كثير من الجروبات اخذت الصور مالتهم نشروها واعتبروها ان هم زايرين السياره ومثلونه. خلني اشرح لكم مواصفات وشرح دقيق للسياره. هاي نظام الاي ار، نظام السياقه الذكي على السياره، مشي بطريق محدد ويعني مخطط، الشارع مخطط، حساس 360 درجه لايت ال اي دي ذكي، السياره لايت ال اي دي ذكي مع الاشاره هاي، شوفوا تقدر تركب سياره ويك اب 19 مع نظام تومز وحساس ويل، إشارة بالمري، كاميرا، نظام المنطقة العمياء، نظام المنطقة العمياء اللي هو تحدد السيارة مقاييسها، أي دبل أول ويلي درايف يعني كفء رباعي. جنطة كهرباء. هاي الصندوق مالتها، غسل الآن، سد السيارة. السيارة دبل إكزوز. هاي الكاميرا. كاميرا مع حساس دبل اكزوز. هاي السياره من فوق. الان احنا ندخل بالسياره من جوا ونشغلها ونشوف شنو المواصفات. اولا السياره بانوراما، سيارة بانوراما، كلها بانوراما، جلد من الجلد الفاخر، سيارة من الجلد الفاخر، هذا النظام الجير بوكس دي سي تي 7 نمر، شاشة ذكية طبعا، لوحة القيادة فول، السيارة كل شيء بيها، نظام التروبتونيك للجير، نظام تعريف، نظام التعرفة للسائق من السرقة ومعرفة الكوشينات، يعني حجم الكوشينات. هسه هنشغل السيارة، هنشغل السيارة ونشوف. هاي السيارة حصريا لاتحاد تيغو العراق، اكسي هذا نظام التبريد، طبعا نظام التبريد المنفصل مع الشاشات الموجودة، تشوف يعني هسه اذا اريد اللوف وعشان هلو LCD يعني بالشاشة، طبعا دبل تبريد منفصل حار بارد دبل تبريد. هذا النظام الشاشة الموجود بها. هسه نقدر مثلا نظام الكاميرا 360 درجة، نظام الكاميرا من هنا نشغله الان، هسه هذا النظام ال 3D 2D، هذا النظام ال 3D مثلا الان هيجي السيارة نشوف هسه كلها دائر مدائرها، دائر مدائرها السيارة دشوفها، والنظام ال 2D اللي هو الكاميرات تشوفها بالطريقة العادية هاي الجانبية والأمامية. هاي نظام السرعة بها أضوية طبعا، تشوفوها الأضوية جاية تستات، طبعا تبريد كلش قوي، يعني اللي يجي يقول انه مناسب للأجواء الحارة والباردة والتفاصيل. هذا نظام البانوراما سبت هسه. هذا نظام النافيجيشن، هذا نظام الجي بي اس، نشوفه بس تحدد الموقع مالتنا.
كل المواقع هذا. الآن هذا النظام ال هذا النظام السائق، هاي الباب مفتوح يقول لك. سدت الباب. منطيك تحذير على السائقين الأماميين إنه أشخاص جالسين بيها اللي ورا خلفيه، يعني ما بيها أي شيء. Speed limit warning. No warning. هذا النظام التومز التاير، يعطيك كل تاير مع درجة الحرارة مع ضغط الإطار ايش قد بيه. هذا النافيجيشن اذا نشغله هسه. هذا الكروز سرعة، هذا نظام هسه نظام السائق الآلي. شباب هاي الار بي ام طبعا، الحساس الامامي. طبعا الوقوف هنا هسه شغلنا نظام الوقوف التلقائي، هذا الاي اس بي. هاي السيارة من جوا شفتوها شباب، طفي التبريد، طفي التبريد. هذا من نظام التحكم بالصوت، جير سبورت نقدر نسويه. طبعا الجير كل سيارة سلسة، بس اسوي له هيجي دي اخذت السيارة، اسوي له هيجي ان البارك، بس هم يدقون من فوق. صارت شباب من الحلوين، أنا مود لي يجي أحد من غير جروب يقول أني صورتها وأني سقتها وجاب غير جروبات دي يحكون أنه نشرتها وصورتها. لا، هاي السيارة قدامكم ومكانكم خالي وتحياتنا.